والناس كينتموا للنقابة الوطنية هنيئا لهم مرة أخرى. نظم المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار المهنيين بمدينة المحمدية عشية يوم السبت حفلا تكريميا لمجموعة من الطلبة والتلاميذ المتفوقين من مختلف المستويات الدراسية. نحن الدرجة الأولى كان عندنا هذاك الهاجس ديال الأبناء ديالنا من ناحية الجانب الاجتماعي. جاء هذا الحدث في إطار دعم التفوق الدراسي وتشجيع الطلاب على مواصلة مسيرتهم التعليمية، وقد تخلل الحفل توزيع جوائز وشهادات تقديرية على المتفوقين وسط حضور عدد من الشخصيات المحلية وأولياء الأمور. الهدف من هذا التكريم هو تحفيز الشباب على المثابرة والتميز في المجال الدراسي، كما يعكس التزام النقابة الوطنية للتجار المهنيين بدعم التعليم كجزء من مسؤوليتها المجتمعية. حسن الراعي الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار المهنية بمدينة المحمدية. اليوم هذا حفل تنظمه المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية كما قلت التجار المهنيين على شرف الطلبة المتميزين المتفوقين في المستويات الإشهادية البكالوريا الثالثة إعدادي وكذلك بعض البراعم. إذن هذه عملية تنديرها هذه سنة حميدة سنوية تنقوم بها على غرار واحد المجموعة ديال الأنشطة اللي تنقوم بها الأطفال ديالنا في غياب واحد المجموعة ديال مجموعة الدعم من جهات أخرى. احنا تنقوم بهذا العمل تنسدوا به واحد الفراغ، خاصة تنعمل واحد مجموعة ديال الرحلات للأطفال واحد مجموعة ديال المسابقات، وكذلك اليوم كان نتوجوا هذه الفئة هذه اللي تنحاول نشجعوها بما أن الأباء ديالهم التجار المهنيين ساهموا في البناء وساهموا في استقلال هذا الوطن. كنشوفوا اليوم الأبناء ديالهم حتى هما بدورهم بغينا نحفزوهم حتى هما باش يحتلوا المراتب العليا في التسيير ديال هذا البلد. إذن شكرا لهم وشكرا للأولياء والآباء اللي سهروا عليهم حتى وصلوا لهذه المستويات. عندنا اليوم تقريبا أكثر من 23 متوج، كان عندنا عدد كبير طبيعة الحال، استطعنا أننا نأخذ منهم هذا العدد اللي هو قليل ديال 23، واليوم تنكرموهم على أساس أننا نحفزوهم باش يحصلوا على نتائج أكبر في السنوات المقبلة القادمة إن شاء الله. مناسبة اللي نظموها المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين هي مناسبة لتكريم واحد المجموعة ديال التلاميذ والتلميذات المتفوقين اللي هما كينتسبوا القطاع، وهذا كيجسد التلاحم الوثيق بين المسؤولية والقاعدة، بحيث أن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار المهنيين دائما على المستوى ديال المستوى الاجتماعي من خلال المنتسبين ديالو والعائلات ديالهم، إلا وكيقوم دائما بالمبادرات كتكون مبادرات حميدة، فما باله مثل هذه المبادرة العلمية التي تجسد الاهتمام بتنشئة الأبناء والبنات ديال القطاع التجار والمهنيين على مستويات علمية في جميع المجالات كيف ما كان النوع ديالها. وهذه كما قلت هذه فكرة مبادرة محمودة يشكر عليها المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين اللي فيه كفاءات ومناضلين الوقت ديالهم كله كيخصوه من أجل التواصل والتلاحم مع القواعد ديالهم. تحياتي معك الناس ديال مكتب النقابة الوطنية للتجار والمهنيين مدينة المحمدية. هذا بنزالي مبارك كاتب الفرع المواد الغذائية. أولا كنشكركم أنتم شخصيا، كنشكركم على الحضور ديالكم، وثانيا كنشكر الناس اللي دعمونا في هذا الحفل هذا ديال الإخوان ديال الطلبة ديالنا، وتنشكر جميع الناس اللي حاضرين هنا الأساتذة والمناضلين ديال النقابة القدامى والجدد، وكنشكركم أنتم جميعا وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى. كم سميتي ياسر الراعي، كنقرا في الخامس ابتدائي بمدرسة غاتي ناسيونال سكول. أنا فخور بالعمل اللي دارت النقابة الوطنية للتجار المهنيين، عطات جوائز البكالوريا والثالثة إعدادي والأطفال الصغار اللي مازال كيقرا. كنشكر النقابة كلهم، سي عمي مبارك وعمي نجاح وسي إدريسي والسياسيين سي حسن الراعي، وكنشكر النقابة الوطنية كلها وكنشكر الصحافة.